والله صدق لو تغيرين احسن، مو حساس ترى سوي مشاكل بالسوشيال ميديا. سارة الشويجي خبيرة مكياج تجميلي وسينمائي. أقول بداياتي رسامة من وأنا صغيرة وأحب الرسم، أخذت اللي هو مهنة الميك اب تعمقت فيه ودخلت للمكياج السينمائي، دمجت بين الرسم وحبي حق الأفلام. مكياج الشخصيات اللي أنا أسويها، الشخصيات المعروفة، لأن راح أخفي ملامحي وأرسم ملامح ثانية فياخذ مني وقت وجهد وايد، فأكيد هو أصعب شيء. مرة سويت شخصية مرعبة، قلت شابة صغيرة سويتها عجوز، تخرع وايد. رحنا صورنا في مزرعة، طبعا كان ظلام وفي بس يعني الإضاءات التصوير، إذا أنا مسوية الشخصية وأنا خفت منها في نفس الوقت، وتمت تركض لي من بعيد هي وركبت السيارة وصكيت روحي الباب، فغريب وضحك صدق. طبعا شهر رمضان ما يكون فيه أعراس، ما يكون فيه مناسبات، ولكن البعض يعني يبي مكياج حق الغبقات، فئة قليلة يعني، ممكن نقدم دورات فردية. خلينا نقول أكثر بيكون في مكياج التلفزيون، بحكم أنه في إعلانات يعني فواصل رمضانية، إعلان دعاية مثلا تبع شركة معينة، فهني يحتاجون مكياج مؤثرات، فهاي شغلنا أكثر في شهر رمضان. خلينا نقول أكثر مجال أنا أحبه واستمتع فيه مجال المسرح، مكياج المسرحي، خصوصا مسرح الطفل وايد أحبه، ككون أنه فيه شخصيات يعني كاركترات حق اليهال، ما عندنا لمت معين، يعني مو نفس المكياج اللي هو الواقعي، عندنا مجال نحن نبدع أكثر في مجال اللي هو المكياج المسرحي.